البصرة حقيقة الأمر بدأ مبكراً. البصرة أو الحكومة المحلية في البصرة أجرت عدة إجراءات، من بينها طبعاً إشراك الكوادر الخاصة بالتعداد السكاني بأكثر من دورة، وأجرت عمليات الحصر والترقيم، وبذلك لم تؤشر أي خلل أو أي حالة سلبية حسب البيان الذي أصدرته بعد كل هذه العملية. قالت بأن الإجراءات جميعها سليمة والاستعدادات هي يعني إيجابية، لا يوجد هنالك معوقات أو منغصات. ستكون هنالك عملية تعداد سكاني منظمة بعد يعني تنظيم وجهد عملت عليه الحكومة المحلية، سواء في الأمور الإدارية أو اللوجستية وكذلك الأمنية، بعد أن يعني اجتمعت بالقيادات الأمنية قبل فترة من أجل وضع خطة خاصة بهذا الموضوع. نعم، طيب سنتحدث فيما بعد فيما يخص الخطة الأمنية، لكن بداية يعني حدثني، هل هناك فرق جوالة لمزح المناطق في عموم المحافظة؟ يعني هذه الفرق الجوالة هي أساس لعمل التعداد السكاني، وكما ذكرت هي تم إشراكها بدورات مكثفة من أجل أن يعني تعطى كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالتعداد. اليوم بالتحديد بدأت هذه الفرق بالمسح الميداني، ولاحظنا في قضاء الزبير مثلا يعني رأيت بأم عيني أن هنالك فرقا تتجول بين الدور والأزقة وتستعلم من المواطنين بعض المعلومات الخاصة بالأسر. كذلك في أقضية الفاو مثلا وأقضية أخرى من محافظة البصرة أيضا أجرت هذه الفرق مسحا ميدانيا حتى تطابقه في يوم التعداد المحدد يومي الأربعاء والخميس، وهو يعني يومي الحظر، تطبق هذه المعلومات مع الأسرة التي جميعها ستتواجد في المنزل، لأنه كما ذكرت يوجد حظر وعدم وجود يعني مثلا سفر أو حتى ترحال ما بين مركز المدينة والأقضية وحتى بين الأقضية والنواحي. طيب أثير يعني لنتحدث عن الخطة الأمنية، يعني بحسب المعلومات المتوفرة لديك، هل تم وضع خطة أمنية لهذا التعداد من قبل الأجهزة الأمنية، وتحديدا نتحدث عن وزارة الداخلية؟ نعم، كان هناك اجتماعات مكثفة من قبل رئيس اللجنة الأمنية هنا في محافظة البصرة ومحافظ البصرة، وأيضا رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة الدكتور يعني الفريجي هو الآخر أيضا كان على رأس هذه الاجتماعات مع القيادات الأمنية المتواجدة هنا، خاصة قيادة شرطة البصرة. وكانت هنالك خطة قد أعلنتها الحكومة المحلية سابقا بأنها ستؤمن جميع منافذ المحافظة، وسيكون هنالك انتشار أمني للقوات الأمنية خاصة من يعني أبناء أو عناصر الداخلية بالشوارع والأزقة، لتطبق أيضا الحظر الذي تقول بأنه به فائدة للمواطنين، لأن المواطن قد يعني يتذمر من وجوده في البيت لمدة يومين وعدم وجود يعني فسحة للتنقل، لكن كل هذا الحكومة المحلية تقول أنه يعني إيجابي وأنه سيحدد استحقاقات البصرة المالية، سواء كان في التمثيل مثلا يعني التخصيص المالي أو في التمثيل البرلماني وفي التمثيل في مجلس المحافظة كأعداد أعضاء مجلس المحافظة. لذلك فإن الخطة الأمنية ستكون على أتم وجه حسب التصريحات التي وصلتنا. طيب وضحت الصورة، كنت مباشرة معنا من البصرة مراسل ون نيوز أثير العبادي، شكرا جزيلا لك.